مشاهدينا الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسلام والعصر. يسعدني في هذا اللقاء أن أرحب بضيفنا الدكتور تمام اللودعمي، دكتوراه في الفقه المقارن. مرحبا بكم دكتور تمام. مرحبا بكم. أهلا أستاذ، الله يسلمك. دكتور تمام، قبل البداية، قبل الحديث عن الوقف، مفهوم الوقف في الإسلام، أنواع الوقف، أدرينا استطلاعا في الداخل السوري حول مفهوم الوقف وسبل تطوير الوقف، نشاهده ثم نعود. نعم أعزائي المشاهدين، نظام الوقف يعني أنه مثلا شخص أخي بده يتبرع مثلا بأرض، مثلا أنه أخي هاي أنا بدي أتبرع فيها للوقف، مثلا لجامع، لأي مشروع بالضمن أنه الوقف. أنا بعرف نظام الوقف أوجدوه السلاطين والخلفاء مشان منع الأموال المسلمين من الهدر، يعني مشان ضبط بنفس الوقت أموال المسلمين من الضياع. أولا الوقف في الإسلام هو يعني كلمة شاملة لكل ما يوضع لخدمة المسلمين، فكل ما وضع لخدمة المسلمين فهو وقف، سواء كان مسجد أو مشفى أو تعليم مدارس أو تعبيد طرقات أو أي شيء وضع لخدمة المسلمين. الوقف هو حبس منفعة أو عين لصالح جهة معينة. هي الأصل في المؤسسات الوقفية أن ترعى الوقف لتحقق هدف الواقف، وليستفيد أو تستفيد الجهة الموقوف عليها من رعيه، وأن تحميه من أيدي الطامعين بإجهاضه. يعني على الأراضي الوقف الموجودة عندنا تبنى بيوت وتوضع للوقف، بتحل مشكلة الآجارات المرتفعة هون في المناطق المحررة. أيضا مدارس مثل أبناء الشهداء. الأوقاف حلت مشاكل كثيرة في بعض البلدان الإسلامية، تركيا على سبيل المثال. الآن هنالك أوقاف تدعم جانب التربية والتعليم، هنالك أوقاف تدعم المساجد والقائمين عليها، هنالك أوقاف تدعم جهات معينة. نحن لو جعلنا مثلا أوقافا للأرامل والأيتام، لو جعلنا أوقافا للتعليم، لو جعلنا أوقافا لجهات أخرى، فإننا نكون بذلك قد أمننا حاجة هذه الجهات، ونال صاحب الوقف أجرا على ذلك عند الله تبارك وتعالى. الوقف بحل مشاكل كبيرة بالإسلام، وخاصة بهالظروف هي المعيشية اللي نحن هلا وصلانين لها بالشمال المحرر. تتطور مؤسسة الوقف الإسلامي بوجود عناصر أكفاء لقيادة هذه المؤسسة، شرعيين معتدلين يفقهون في أمور الحياة، قد يكون طبيب، قد يكون مهندس، قد يكون ممرض، قد يكون حداد، ولكن يعلم ما له وما عليه في المجتمع. إذن دكتور تمام، كما لاحظت في الاستطلاع، مفهوم الوقف لدى الناس ربما منحصر في جانب الوقف المسجدي، وقف التربية، وقف التعليم. لو أردنا أن نتحدث بالمفهوم الواسع لمعنى الوقف في الإسلام. نعم. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يعني حقيقة الوقف، لأبدأ أولا ب يعني مفهوم أو تحديدا أحدد يعني المصطلح، الكلمة في اللغة العربية وفي المصطلح الشرعي، ثم أنتقل للمفهوم العام له. أصل الوقف هو الصدقة الجارية، لكن في اللغة هو الحبس، أوقفت الشيء حبسته، واللغويون قالوا الحبس هو الأفصح. في المصطلح الشرعي تباينت يعني لأقول ألفاظ الفقهاء بتعريف الوقف، وكان أوجزها تعريف الحنابلة، قالوا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فهذا ما المعنى بتسبيل المنفعة؟ تسبيل المنفعة أي التصدق بالمنفعة أو تمليك المنفعة. أنت تعلم أن في الشرع يعني الأصل أو الرقبة والمنفعة كلاهما منفصلان. فالأجار مثلا على سبيل المثال، الإجارة هي تمليك المنفعة، فلكن ابقى الأصل. فيعني أكثر ما أوجز في التعريف هم الحنابلة. لكن إذا أردنا أن ننتقل إلى المفهوم العام للوقف، هو حقيقة الاستطلاع يعني أصاب
أجزاء كثيرة منه لكن لم يحيط به يعني بشكل كامل. وأيضا حتى يعني إلى الآن تتباين التعاريف في للوقف بشكل يعني دقيق. فيمكن أن تعد الوقف بأنه نظام ارتبط بمؤسسات خيرية واجتماعية منذ فجر الإسلام حتى الآن، وهذا النظام هدفه هو خدمة الفرد الأسرة المجتمع الأمة. لكن بدون أن تضيق، أنت تبني مسجدا، أنت تؤوي يتيما، أنت ترفد مركز أبحاث، أنت تقيم جامعة، أنت كل هذه الأشياء إذا تنظمت على أساس وقفي فهو من ضمن هذه المؤسسة أو هذه المنظومة. دكتور تمام، هذا مرد أو التأصيل الشرعي هذا ربما للوقف، لكن من ناحية عملية من أول من يعني أوقف شيئا لله؟ نعم، هذا الكلام يعيدنا إلى أصل مشروعية الوقف. ما هي مشروعية الوقف؟ فمشروعيته يعني نستدل بها على من أول من أوقف في الإسلام. لأعد قليلا أقول، أولا مشروعية الوقف، الفقهاء قالوا الوقف، جمهور الفقهاء إلا قلة منهم قالوا الوقف جائز شرعا أو مباح إذا ألزم الواقف نفسه أصبح واجبا. صحيح. نعم. الآن ما الذي يعني أسس للوقف؟ أسس للوقف عموم النصوص الآيات والأحاديث التي تنص بظاهرها على الإنفاق والتصدق، وهي كثيرة يعني لا ليس بالضرورة أن يعني مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما، أو في معرض الذم ولا يحض على طعام المسكين، أو في يعني ما ورد في الصحاح من فرج عن مؤمن كربة، وأهم ومن أهم الكربات هي الكربة المالية، والعمدة في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور في الترمذي، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر وصدقة جارية. وقال العلماء ومنهم النووي والرافعي وابن حجر وغيره ذكروا أن هذا الحديث هو عمدة في الوقف. هذا من حيث عموم النصوص. أما إذا أردنا أن ننتقل إلى خصوصها التي هي فعلا يعني تؤكد يعني مشروعية الوقف، فنستطيع أن نقول أول وقف في الإسلام هو مسجد قباء، وهذا أمر معروف، وما ذكر عن اليهودي الذي أسلم في غزوة أحد وأوكل حيطانه السبعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما استشهد رضوان الله عليه أوقف النبي صلى الله عليه وسلم حيطانه، هذه الحيطان أي البساتين، إلى المسلمين على المسلمين في المدينة. وما عرف عن إيقاف سيدنا عمر أيضا لحائط غريمه في خيبر بعد أن استشار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال احبس أصله وسبل ثمره. نعم. وأيضا بئر روما المشهور الذي اشتراه سيدنا عثمان في المدينة عندما هاجر الصحابة إلى المدينة، فاشتراه سيدنا عثمان وأوقفه على المسلمين في المدينة. كل هذه النصوص وكل هذه الأحاديث وكلها أيضا طبعا كلها في الصحاح، كلها تثبت وتؤكد مشروعية الوقف بالمعنى، حتى بالمعنى الذي لا ما زلنا حتى الآن نفهمه للوقف. صحيح. دكتور تمام، هل من فرق بين الوقف والوصية؟ نعم طبعا، السؤال جيد، لأن الوصية يعني شيء يعني يعطى ويفهم منه أن بعد الممات يعني ينفذ، وأيضا الوقف يبقى أثره بعد الممات، فكلاهما قد يحصل بينهما لبس. هذا صحيح. الوقف الوصية هي تمليك المال بعد الموت، الوصية. أما الوقف هو تمليك ليس بعد الموت، هو تمليك حال الحياة لكن تمليك للمنفعة.
يعني حبسه الأصلي وتمليك المنفعة، حبسه الأصلي وإعطاء المنفعة. فهذا أولا. ثانيا الوصية تستطيع أن تعود بها، أما الوقف إذا ألزمت نفسك فأنت ملزم، فأصبح لزاما عليك أن تعطي ما تعهدت به أو أوقفته. الوصية يمكن أن الوصية تستطيع أن يعني هناك فرقان، ما زال هناك فرقان في الوصية. الوصية نعم تستطيع، لا يجوز لك أن توصي إلا بالثلث إلا بإجازة الورثة، أما الوقف خالي عن هذا الشرط. وأيضا الوصية لا، الحديث مشهور لا وصية لوارث، أما الوقف تستطيع أن تقف على الوارث وغيره، ويسمى الوقف الأهلي يعني خلافا عن الوقف العام. جميل. دكتور تمام لو بتسمح لنا بفاصل ثم نواصل حديثنا معكم. أعزائي المشاهدين فاصل فابقوا معنا وانتظرونا. أهلا بكم مشاهدينا في القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم الإسلام والعصر. نرحب جديد بضيفنا الدكتور تمام اللودعمي، دكتوراه في الفقه المقارن. مرحبا بكم دكتور تمام. مرحبا بكم دكتور تمام. لا شك أن للوقف العديد من المزايا والخصائص ربما التي مكنته من الاستمرار عبر عقود وقرون طويلة، وربما هذا ما دفع العديد من الجهات حتى في الغرب استنسخوا تجربة الوقف. هل لنا باستعراض يعني بعض هذه الخصائص سريعا؟ نعم صحيح. حقيقة يعني الوقف هو يعني فكرة رائدة أسست بعهد النبوة، يعني إن أردت أن أسرد الخصائص هي كثيرة حقيقة، أحاول أن يعني أسرد يعني الهام منها. فكرة إبقاء الأصل وتصدق بالمنفعة وتسبيل المنفعة، هذه الفكرة تبقي هذا الأصل متراكم عبر التاريخ. فحتى أن جرت يعني بعضهم أجرى بحثا على بعض العوائل التي قامت بهذه الفعلة، وكان وكأن يعني الأحفاد يعني مهما سفلوا كانوا يعني أصبحت ثروتهم يعني أضعافا مضاعفة، وكأن يعني الحالة تحتاج إلى دراسة فعلا، وكأن الميزان في أن تقف الشيء ولا تفرط بأصله يؤدي إلى خير كثير. نعم. أيضا مسألة القاعدة الفقهية المشهورة شرط الواقف كنص الشارع والذي عليه جمهور الفقهاء، إلا بعض الفقهاء كابن تيمية ومن يعني تابعه
أبو زهرة من المصريين وغيرهم، لكن جمهور الفقهاء على أن شرط الواقف كنص الشارع هذا يجعل من الواقف المتبرع المتصدق الذي يعني ابتغى بهذه الصدقة الجارية الاستمرارية هذا الشرط يشعره بالأمان بالاطمئنان أن صدقته. طبعا إن كان متولي الوقف هو إنسان ثقة يعني كما هو المفروض. نعم، من ذلك مثلا أن الوقف هو تتولاه ولاية القضاء، لا يجوز للدولة أن تعبث بممتلكات الوقف، وهذا هذه قضية حقيقة هامة جدا. صحيح. يعني هذه قضية إبداعية، لكن يعني هناك كلام كثير يعني ما حدث في التاريخ وما حدث في المئة عام الأخيرة، ما سنتحدث عنه ربما في الحلقة القادمة عن سيطرة ربما الحكام والسلاطين على الأوقاف، أو ربما يعني قد يرد يعني ربما من المفيد أيضا في بعض المفاصل أن نتحدث عنه الآن في ذلك، لكن ليس معرض السؤال الآن. أيضا الوقف يحقق المقاصد التي اتفق عليها الأصوليون، يعني المقاصد معروفة لدى الجميع هي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل. إذا يعني نظرنا إلى منظومة الوقف على وفتحناها على مصراعيها نجد كل مفردات هذه المنظومة تصب في تحقيق هذه المقاصد. حفظ الدين، إنشاء المساجد، الدفع للثغور لحماية أسر المجاهدين، حفظ الدين التي تحتاج إلى مأكل ومأوى ومشرب وطب، كل هذا يعني من صلب عمل مؤسسات الوقفية. حفظ النسل أيضا من خصائصه الدفع للزواج وعفاف الشباب والشابات، لا نلاحظ أن كل ما يعني يسعى إليه الوقف يصب في مصلحة تحقيق هذه الضروريات الخمسة التي هي عماد ديننا بما اتفق عليه الأصوليون. جميل. أيضا ممكن أن تعد مسألة النماء والبركة، كما هذا حقيقة هذا ليس يعني منصوصا عليه، هذا ليس منصوصا عليه، لكن هذا من قبيل الواقع. ذكرت بعض المؤلفات أن رجلا من تركستان أوقف في من حوالي 120 عاما أوقف دارا غرفتين في مكة. الآن هذه الدار بعد أن يعني استلمها أيادي أمينة عبر هذا التاريخ الآن هي 11 برجا مطلا على الحرم. الله أكبر. هذه هي المؤسسة الوقفية، يعني الآن هي مؤسسة وقفية فعلا يرعاها مدير لهذه المؤسسة، وأصل هذه المؤسسة لاحظ هذا النماء يعني العجيب فعلا. إذا صحيح. إذا كان هناك من يعني شخص المنظم الأمين الثقة الذي يستطيع أن يسوس هذا الـ يعني هذه أهم الخصائص ممكن. أنا يعني دكتور تمام، هناك أمثلة كثيرة عبر التاريخ وأمثلة عجيبة ربما عن بعض أنواع الوقف، وقف لجبر الخواطر، وقف الإناء المكسور. صحيح. أوقاف كثيرة. صحيح. هل أنا يعني بذكر. صحيح. بعض الأمثلة على ذلك؟ صحيح، حقيقة الأوقاف المعهودة هي كثيرة جدا، يعني عددها المؤلفون الذين ألفوا في الوقف، لكنها هي مشهورة وماثرة في أذهان الناس، يعني الوقف لأجل إنشاء المساجد وتحفيظ هذه معروفة لدى الناس والمشافي وما إلى ذلك، هذا كله معروف. لكن حقيقة ما هو غير معروف فعلا هناك لمع في التاريخ تستحق فعلا يعني جديرة بالنظر إليها بعمق. صحيح، هي جوانب إنسانية حقيقة، هي يعني لا ينفذها إلا من هو ثاقب البصيرة ومن حقق الضروريات بلغ مرتبة الإحسان. يعني نعم، تماما هو وصل إلى التحسينيات، فوصوله لا يمكن أن لا يعقل أن يصل إلى هذه التحسينيات إلا أنه بلغ درجة. صحيح. من الرقي غطى جميع الحاجات. صحيح. والضروريات. فمن ذلك مثلا ما عرف بوقف نقطة الحليب في دمشق، ومثلها كان في تونس، في أظن في فاس.
هذه النقطة أنشأها صلاح الدين الأيوبي في عصره، كانت كل من عندها طفل مرضع أو رضيع، آسف رضيع، كل من عندها طفل رضيع لها أن تذهب في أي وقت وتأخذ حاجتها من الحليب ولترضع طفلها بصرف النظر. أيضا ذكرت قصة الحلي للفقراء، الامرأة الفقيرة عندما ستذهب إلى عرس تحرج ليس لديها، فهناك وقف يعيرها القرط ويعيرها العقد لتذهب فتحتفل مع أهلها وتعود يعني الأوقاف لتنزه الفقراء، ساحات لتنزه الفقراء. أيضا ما ذكرت في قصة الأواني، إذا مولى كسر آنية له أن يلم شعسها ويأتي بهذا الواقف ليقول له هذه الآنية أعطني ثمنها أو أعطني. هذه حقيقة يعني أوقاف عجيبة. صحيح. لا يمكن، ربما مما قرأته، عذرا على المقاطعة، مما قرأته أيضا ربما في دمشق كان هناك وقف للدابة المريضة. نعم نعم، وقف للقطط. نعم نعم نعم، صحيح صحيح. وهناك وقف للزوجات اللاتي يعني نفرن منهن، نفر أزواجهن منهن، فلهن إذا لم يكن لهم أهل، لهن أهل، فيستطيعون أن يجلسوا فيها. يعني هذا عجيب فعلا أن يصل هذا التفكير الراقي يعني للحكام المسلمين في كل تلك العصور، يعني أن حقيقة أن يبدعوا هذه الأوقاف. طبعا ليس الأمر هذا كل ما نتكلم به نحن عبر التاريخ، لكن نحن طبعا ما تكلمنا عن المكتبات التي أحد المؤرخين ذكر أن في مدينة واحدة 20 مكتبة. يعني نحن الآن لا يوجد في المدن المتقدمة أكثر من مكتبة أو اثنتين أو ثلاثة في مدينة واحدة. فيعني سبحان الله، يعني يبدو أن الولاة على هذه المؤسسة كانوا يعني جديرين ب يعني بالثقة وبحمل الأمانة في يعني هذه المسألة. دكتور، يعني قد يتساءل البعض الآن، ما هي الحاجة إلى الوقف في ظل وجود مؤسسات الدولة التي تتكفل بالتعليم، بالتربية، بالتمريض، بالضمان الاجتماعي، بالتكافل، يعني بمعظم شؤون الحياة؟ صحيح. حقيقة الدولة حتى في كل دول العالم، حتى يعني العالم المتحضر، لا تستطيع الدولة أن تسد كل ما يعني يحتاجه الناس والمجتمع والفرد والأسرة. فلا بد من جهات أهلية تختص بجوانب معينة لخدمة المجتمع، ويخرجون من حيز لحيز البيروقراطية. يعني أنت عندما مثلا تريد أن تؤسس مدرسة في حي في قرية نائية، عن طريق الدولة تحتاج إلى شهور أو سنين. صحيح. لكي يستجاب إلى طلبك. هناك قيود، هناك روتين طويل. صحيح. فتأتي الجهة الأهلية، أيا كانت هذه الجهة الأهلية. في مجتمعنا الآن يوجد شيء يدعى بمنظمات المجتمع الأهلي، تقوم بدور مشابه جدا لما كانت تقوم به الأوقاف، مع هناك بعض الفوارق. وهذا ما يعني نترك الحديث عنه ربما للحلقة القادمة. نعم، وهناك كلام يعني كثير في هذا الإطار يعني يحتاج إلى توضيح. فإذا قلت أن الدولة تسد، الدولة لا تكفي يعني ما تسده. لو يعني هذا كله حال السلم، فما بالك في حالة الحرب والأزمات والكوارث كما هو الآن نحن في الحالة السورية. صحيح. وأنا كنت أود يعني أن أسألك، أنت تتردد إلى الداخل السوري. نعم. هل تعتقد أن من خلال مؤسسة الوقف، أو لو أردنا إعادة إحياء مؤسسة الوقف الداخل، ألا يمكن أن تحل محل السلة الإغاثية و يعني المساعدات التي يعني ربما يعني لا تكفي؟ ربما يعني أنت الآن أعطيت هذا الشخص اليوم وغدا وبعد غد، وماذا بعد؟ حقيقة يعني أنا أحلم، أنا حقيقة يعني أشعر أن هذا حلما يعني يجب أن نسعى إليه.
لن يعني الكلام يطول، لكن باختصار هنا في هذه المسألة، مؤسسة الوقف هي مؤسسة وطنية، مؤسسة وطنية هي مؤسسة نابعة من داخلنا من عندنا. أما المؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات وافدة إلينا من الخارج، هي تخدم فعلا، لا نقول أنها لا تخدم، لكن كثيرا ما أيضا تخدم أجنداتها. فلو قيض الله عز وجل لهذا البلد من يستطيع أن ينهض بمؤسسة الوقف، لكن هذا النهوض فيه كلام كثير لا ينتهي بكلمتين أو جملتين، وهذا ما ربما نرجع إلى الحلقة القادمة. هذا النهوض حقيقة هو يعني أنا أشعر أنه أحد الفروض الكفائية التي علينا نحن جميعا المسلمين في سوريا خصوصا وفي هذه المنطقة التي عانت الويلات خلال 10 سنوات الماضية، وعلى كل من يستطيع أن النهوض بهذه المؤسسة، لكن نهوض حضاري، نهوض وازن، نهوض عميق ناضج فاهم مؤسسي. يعني أحتاج أن أنعته ب20 صفة ضابطة ودقيقة لكي نرقى بهذه المؤسسة ونصل إلى ما يحتاجه هذا المجتمع، هؤلاء الناس، هؤلاء المحتاجين الذين هم حقيقة ضحايا، قد نكون نحن يوم القيامة مسؤولون أمام الله عز وجل. صحيح. وهذا ما ربما يعني يكون أحد محاور حلقتنا القادمة. نعم. بارك الله حضوركم معنا. بارك الله بكم سيدي. على حضوركم معنا في هذا اللقاء. بارك الله بكم، شكرا لكم، ويعني بارك الله بكم. وأنتم أيضا أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن متابعتكم وإصغائكم، نذكركم أننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم من خلال المنصات الظاهرة على الشاشة أمامكم. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.